إذا كان سنك ما بين 21 سنة و 59 سنة يمكنك الآن رفع طلب للهجرة إلى كندا والعمل بكندا عبر المجال الزراعي لمقاطعة نيوفاوندلاند أند لابرادور عبر ثلاث برامج التي سنتطرق إلى تفاصيلها بهذا الفيديو. مرحبا أصدقائي، معكم كوثر بفيديو جديد. إذا كانت هذه أول مرة بالقناة لا تنسوا الاشتراك، تفعيل زر الجرس، الضغط على زر لايك. يمكنكم متابعة انستغرام أسفل هذا الفيديو. فلنبدأ الفيديو الخاص بالهجرة إلى كندا عبر المجال الزراعي. لابرادور ونيوفاوندلاند هي من أكبر المناطق الزراعية هنا بكندا، وفوق ذلك هي من أكبر المناطق حاجة لليد العاملة في المجال الزراعي. لذلك بهذا الموقع الذي سأضع لكم رابطه أسفل الفيديو طبعا، سنجد الكثير من فرص العمل التي تبحثون عنها كفرص عمل للهجرة إلى كندا، وهي ستكون يعني عنصر مهم في ملفكم للهجرة إلى كندا. لذلك هنا سأريكم الطريقة للوصول إلى هذه الفرص والتواصل مباشرة مع الموظفين وأصحاب المزارع بمنطقة نيوفاوندلاند ولابرادور. أهم شيء أصدقائي وللتذكير مرة أخرى، يجب كتابة سيرة ذاتية على الطريقة الكندية، ويجب اختيار المجال الزراعي الذي تريدون أن تشتغلوا فيه، وكل مجال يجب أن يكون لديه سيرة ذاتية خاصة به. يعني مثلا إذا كنت تشتغل في مجال زراعي معين سواء للخضار، يجب كتابة سيرة ذاتية متعلقة بهذا المجال. إذا كانت رعاية الحيوانات الخاصة بالمزرعة، يجب أن تكون السيرة الذاتية لها علاقة بهذا المجال. مهم جدا أصدقائي، سبق وتكلمت لكم على طريقة كتابة السيرة الذاتية على الطريقة الكندية، سأضع لكم الرابط أسفل هذا الفيديو، يمكنكم الدخول للرابط وكتابة سيرة ذاتية على الطريقة الكندية. أول شيء، هناك ثلاث مناطق: المنطقة الغربية ولابرادور، المنطقة الوسطى، والمنطقة الشرقية، ومنطقة أفالون. سندخل أولا إلى المنطقة الغربية. لدينا الكثير من فرص العمل، سأترجم هذه الصفحة للغة العربية. والآن لدينا الكثير من المجالات التي يمكن للشخص بأن يرسل إليها سيرة ذاتية ورسالة تحفيزية إلى المشغلين. لدينا التربية السطحية، الترجمة هي حرفية أصدقائي، يعني ترجمة جوجل طبعا، لا يجب أخذ الترجمة بعين الاعتبار، لكن إذا كان الويب سايت أو الرابط الموقع باللغة الأصلية سيكون يعني للكلمات معنى. هنا مثلا تربية الأبقار، الخنازير، لأنهم طبعا هم يأكلون الخنزير هنا، لذلك في المزارع طبعا ستجدون هذا النوع من الحيوانات كحيوانات للمزرعة. هذه المزرعة خاصة بالتوت والخضروات. مثلا إذا دخلنا إليها، هنا سنجد كل المعلومات الخاصة بالمشغلين أو أصحاب هذه المزارع مباشرة، يعني ستتصلون بهم مباشرة. لدينا المنطقة Western and Labrador، يعني المنطقة الغربية، اسم المشغل أو صاحب هذه المزرعة، العنوان. لدينا الإيميل، هو ما الذي أو الإيميل، يعني رابط الإيميل هو ما ستستعمله لإرسال معلوماتك الشخصية، وسترسل أيضا السيرة الذاتية مع رسالة تحفيزية لتبين للمشغل بأنك ممكن أن تضيف قيمة لمزرعتي وستشتغل عنده. أيضا لدينا مثلا month of operations، بمعنى المدة التي ستشتغل بها، يعني هذا المشغل يحتاج إلى عامل أو إلى عمال ليشتغلوا من شهر أبريل إلى شهر نوفمبر. وساعات العمل ستبدأ كل يوم مع 8:30 إلى 4:30، صراحة ساعات منطقية جدا وفي متناول الكثير من الناس. لدينا الكثير من المجالات غير هذا المجال، يعني هذا فقط مثال للمزارع الخاصة بالخضروات أو مزرعة الخضروات. لدينا الكثير من الفرص
مثلا هذا الشخص يبحث عن عمال يشتغلون بمجال البيض، جمل بيض او لا اعرف بالضبط، لكن الناس الذين يشتغلون بهذا المجال سيعرفون بالضبط ما هي نوعية الوظيفة. لذلك يمكنكم ايضا ارسال سيرة ذاتية لهذا الشخص ناثان دنيس، كتابة سيرة ذاتية مع رسالة تحفيزية وإرسال المعلومات إلى هذا الشخص. هناك أيضا رقم الهاتف، الفيسبوك والإنستغرام، لكن أنصحكم بأن تبقوا في المجال، يعني تبقوا بروفيشنال وترسلوا المعلومات إلى الإيميل، وهم سيجيبونك طبعا إذا لاحظوا أن السيرة الذاتية يعني التي كتبتموها فيها الطلبات التي يبحثون عنها. يجب بالضبط كتابة سيرة ذاتية تمثل نوعية الوظيفة، نوعية المجال. إذا دخلنا إلى Central Region أيضا سنجد نفس الشيء، أو المنطقة الوسطى باللغة العربية، سنجد أيضا بالضبط نفس الشيء. حضانة جمال الزهور، لدينا مثلا هنا أنواع أخرى من الوظائف كما تلاحظون، مزرعة تراث فيها يعني تربية الديك الرومي، الكثير الكثير من الأنواع. هنا مثلا الأسماك، الخضروات الحقلية، تربية الديك الرومي، الدجاج، الأبقار، البيض والعسل، يعني هذه المزرعة هي متنوعة. أيضا كتابة سيرة ذاتية، ويمكنكم المحاولة مع العديد من الفرص، أو يعني محاولة مع العديد من المشغلين. يمكنكم أن تبعثوا لأكثر من مشغل واحد لرفع حدود الحصول على وظيفة، لكن تأكدوا من أن السيرة الذاتية تكون طبعا متعلقة أو لها علاقة بالمجال الذي تبعثون إليه طلب الوظيفة. هنا أيضا المنطقة الشرقية أو منطقة أفالون، الكثير من المزارع في البحث عن مشغل، عن موظفين أو مزارعين في هذا المجال. طبعا للحصول على هذا النوع من الوظائف أنت لا تحتاج إلى لغة، فقط لغة لتتمكن من التواصل مع المشغلين، مع الناس الذين ستشتغل معهم. هذا لا يعني بأن يجب أن تكون لديك لغة عالية جدا، يعني مستوى متوسط أو مستوى، يعني فقط لتتمكن من التواصل، فهم ما سيخبرونك به وما هي نوعية الوظيفة، وأيضا توصيل ما أنت تحتاج إليه للعمل. فقط بعد ذلك وبعد الحصول على يعني فرصة عمل، وبعد إمضاء كونتراكت أو عقد عمل مع المشغلين، يمكنكم مباشرة بعث أو البدء في إجراءات الهجرة إلى كندا مباشرة، لأن العديد من الأشخاص مشكلتهم الأساسية هي عقد العمل. لديهم كل الشروط للهجرة إلى كندا، لكن بسبب أنهم يظنون أن الحصول على يعني وظيفة من خارج كندا هو شيء مستحيل، لا بالعكس أصدقائي، كما تلاحظون هذه المنطقة هي من أكبر المناطق الزراعية بكندا، وهم في حاجة ماسة لموظفين ليشتغلوا بهذا المجال. الكنديين أكثريتهم لا يحبون الاشتغال بهذا المجال، لذلك المزارعين أو أصحاب المزارع يبحثون دائما من خارج كندا، وفي معظم الأحيان يوفرون السكن، يوفرون الأكل، يوفرون جميع وسائل الراحة للموظفين ليعيشوا بالمزرعة ويسكنوا بالمزرعة. فوق ذلك يكون أيضا مدخول أسبوعي أو شهري على حسب الاتفاقية التي تكون مع المشغل، وتكون من الكثير من الشروط التي ستساعد الشخص على الحصول على الإقامة الدائمة بعد انتهاء فترة يعني العمل مع هذه المزرعة. لذلك أصدقائي لا تضيعوا الوقت، ابدأوا حالا يعني في كتابة سيرة ذاتية خاصة بالكثير من المجالات المتعلقة بالزراعة، وابدأوا هذا الويب سايت أو هذا الموقع، فيه الكثير من الفرص التي يمكنكم الاستعانة بها واستغلالها لتتواصلوا مع المزارعين وتحصلوا على فرص عمل بكندا، ومن بعد ذلك يمكنكم البدء في إجراءات الهجرة إلى كندا. لا تنسوا الاشتراك بالقناة لتتواصلوا بكل جديد، لأنه بعض المرات
أعطي مواقع أو فرص تكون مدتها محدودة جدا، تكون فقط لشهر أو أسابيع. فلذلك يجب مشاهدة الفيديو في الوقت المناسب. إذا ضيعتم الوقت وشاهدتم الفيديو بوقت متأخر فلن تتوصلوا بالمعلومة، وستجدون أن الويب سايت تم إغلاقه. ويب سايت يبحث دائما على عدد معين من الموظفين، فعند الحصول على هذا العدد وعند اكتمال العدد فالمشغلين يغلقون فرص العمل. لذلك لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس للتوصل بكل الفيديوهات بالوقت المناسب. أتمنى لكم التوفيق وأراكم في الفيديو المقبل إن شاء الله. باي باي.